يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة إذا وصفت بالتساهل من غال ووصفت بالغلو من متساهل فاعلم أنك على السنة، هل هذه قاعدة صحيحة؟ نعم هذا صحيح، إذا كان اللي يصفك بالغلو متساهل أو اللي يصفك بالتساهل من الغلاة فأنت على حق إن شاء الله، لأنك ما أنت مرضيهم، لا أنت مرضين ذولا ولا ذولا. المتشددون يبي يقولون أنك متساهل أنت، والمتساهلون يبي يقولون أنك متشدد، فأنت ما أنت تناظر رضا الناس عنك، تناظر رضا الرب سبحانه وتعالى أبد، اعتبر رضا ربك ولا عليك من حد، ولا تقل إلا بعلم، لا تجيب شيء من عندك أو فهمك وتجيب ألفاظ في حق الله ما قال بها السلف، مثل هل يسأل تو يقول إن العرش يحمله بقدرته، من قال هذا إن العرش يحمل الله؟ هذا يقتضي الكفر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسكها ما هي اللي تمسكه. نعم.